بعد يونس محمود، ما راح استثمرها بسؤال هاي الصبح. حبيبي يونس. يونس طبعا ترك وراه يعني فراغ كبير بالنسبة كمهاجم. يونس مقاتل، يونس لاعب ذكي يستثمر الفرصة. طبعا جيل 2007 حقيقة فريق مكتمل، يعني بيه نجوم مواهب عالية، يعني من تريد تعددهم تبدي من المدافعين إلى الوسط، هوار وصالح سدير وقصي منير، مهدي كريم، نشأت أكرام، عماد محمد، يونس، رائعين حقيقة. جيد.